بابا خليه اي اعترف، راح يعترف. اقسم اوكي. بالله ما اعاني. شو هذا الكاست؟ شنو هاي؟ حبطت ماي لايت بالغلط، وقف السيارة. شو تريدون مني شباب؟ وير ار يو؟ بعد ما لقيت شو السالفة؟ بس على اليسرى، على اليسرى وقدام يعني، منا عندي احساسك قدام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو شو بخير يا كوم ديار اليوم يا شباب، يا مصطفى مؤمن. هلا. اهلا. لا اليوم يا شباب راح نسوي تحدي دايمون، عبارة عن انه راح ندخل كيف حلو، بس شنو اللي يختلف عن الرحلة كيفية؟ انه ندور بس دايموند حلو. اوه شو بسم الله، كل شيء صار هنا، خلينا بس نروح شباب، كل شيء يصير، كل شيء يصير والله يعني. شباب شوفوا ظهري. اوه شنو هاي مؤمن؟ المهم خل خل شباب لازم نطب كهف ونلقى دايموند. اذا شباب لقيت دايموند، اكثر واحد يلقى دايموند يحصل على نص الدايموند اللي حصل البقيه، يعني مثلا اني حصل الدايموند ومؤمن حصل ومصطفى حصل، اذا اني فزت اخذ نص الدايموند مال مؤمن ونص الدايموند مال مصطفى. حلو، بالاضافه الى الموارد اللي راح نحصلها من الكهف جوا، اللي انت تدرون شباب. تعال شباب تعال نزل نزل، شوفوا شوفوا الموارد اللي عندي، شوفوا الموارد الرهيبة، شوفوا 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 مواردي. وين هاي هاي، شوفوا شوفوا مواردي الرهيبة. واو، اوه ماي جاد، كو هذا اخذ الدعم. وين كل شيء ماك؟ وين كو هذا اخذ الدعم؟ ده سكت لي. تعال من تعال. هلا. قل لك هو بس لا لابس البوتس. لا تكتلوني. رجع الدايموند، انه ستة. وهذا شوف شوف مواردي شقد تعبانة، يرادلي والله يرادلي. اي ما عندي، يرادلي رحلة كافية. فهسه خلينا نروح ندور على دايموند، لان اكثر الالات تحتاج دايموند. فشباب تدرون اكو شو اسمه، ها قبل لا نبدي خلوا الاخ نوصل الحلقة 50,000 لايك. اوكي رقم يعني جيد. 100,000 لايك. 100,000 اوكي، 50,000 لايك اوكي. شنو هاي؟ حبطت ماي لايت بالغلط، وقف السيارة. يلا رجعت، يلا رجعت. اشوف اوقف، ما ادري العالم كان ما مرندر وطبيت جول. تمشي الراد، الراد هنا نحط هاي، خطر خطر، احد راح هنا. انتوا عندكم كيف؟ منا الصراحة ما دورت. شوف اكو بويم، ما ادري شو اسمه، بس هو مش بويم الصراحه. صوتك صوت، شنو هذا تسمع؟ هذا مؤمن. ابو الغاز، ابو الغاز. غاز غاز. دقيقه دقيقه، اذا اسوي لي همرات دقيقه، انا عندي همرات والله هنا. انا الهمه ما تبي 9 مليون. شباب اقول لكم شغله، اللي عنده فورتشن يدهن يعني، ما يستخدم رجاء يعني. انا ما عندي فورتشن والله 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 والله. شو الفورتشن؟ لان احنا اثنيناتنا عندنا فورتشن. عندي انا عندي فورتشن. هم بالفورتشن 3 ايمرالدايات و9 لابس وشغله. اخوان باع، انا من نفع الخاصيه. 3 ايمرالد. اشتري مني ايميرالد ابيع لك. عندك مصطفى؟ اي ابيع لك. يلا يلا اريدك اشتري منك. يلا شباب اول مره راح اصرف بيش انا ب10 كوين. انا لك مني لك تخفيض بلاش. قاعد نشتغل على باب الله يعني. اي مومن ليش تقطع رزقي مومن؟ لا خطيب. شوف انا ردت الطيب بلاش، بس يلا ما دام. لا ما عندي، انا ما عندي لا ما احمد ب10 كوين اعطيك ثلاث. لا شوف الصراحه ان 3 ب5 كوين. 3 ب5 كوين. اي انت تضرب الايميرالد نادر يعني. يعني انزين انزين، اذا انا بعدين ورا فتره بعد تشتري مني بهذا السعر؟ اي عادي اشتري.
لا اريد اريد كلها ثلاثه بكوين هاي. ثلاثه بكوين هاي هي دايموند يعني بكوين هاي على التقفيض يعني هسه ثلاثه بخمسه قلت لي مو اي بخمسه شباب راح اصرف خمسه من... كوين انت ما صارف كوين شويه اصرف يلا راح اصرف افقر واحد السير افقر واحد ما صارفت يعني والله دقيقه قلنا احنا فوتشن شفتها بعدين انا اعطيك اوكي يلا يلا مصطفى عادي الطيمة تطيع عادي انا علي اخذ فلوسي بالمحل التتبيع مو انا ما يعني عادي ابيع يلا بالمحل اوكي عادي هبيع من وين وين جاب حتى بالنداضة اشبيع ابيع باي مكان اهم شيء فلوس اهم شيء فلوس اوكي طبعا هنا النصب والاحتيال بعدني قصدي الاهم احلى مشروع وهنا ان شاء الله أحمد؟ ها احمد ها اسمعني وصلت لا لا يلا لا يلا وينك تعال محلي ما سمعوني ما سمعوني يا مزين اي يلا محلك دقيقه محلي دقيقه محلي. اي صديق شباب انا ما صورت محل مصطفى هذا محلي شباب ها ما بيوك الاندر تشست ماتي اقول لك انت ليش موقف عندني شنو هاي ما تاكل روس فوق هاي مكسره انت لو شنو لا ما ادري من بايقين كوارتز والاندر تشست هذا هنا حاطه مبيوك شباب ما هذا والله شباب. مصطفى هاي اول مره اطباني هنا الصراحه يعني مومن بكت الاندر تشست هسه هو اندر تشست حتى من تكسره يطلع لك اوبسيدي ما يطلع يحتي لك كامل يحكي يحكي بابا خليه يعتذر راح يعترف اقسم بالله معاني الله اقسم بالله دي الله احمد اعطيني فلوس ها عندك اي جبتها من اعطيني يلا ذبهن ذبهن انت يلا ذب يسرى ولا ذب يمنى لا مو من تعال انت الوسيط هاك اخذ الاميرالد يلا جيبه هاك ما يحتاج فلوس يلا معك اول مره احصل عمله من الخمسه كلها وحدات اول عمله من الخمسه حصلنا ايميرالد واخيرا مبروك مبروك يجي شباب تدرون هاي الخمسه كون راح ارجعها بس ما يدري مصطفى شلون بعدين اقول لك بعدين شلون ما اقول لك هسه هاي المشتركين يدرون انت ما تدري بالفيديو يعني شلون راح توقني؟ اكو فيديو نزلته ذاك المرة قلت انا شلون راح اخذ منهم كوينايت فاللي شايف ذاك الفيديو يعرف والله ما ادري بس ما ادري توقني يعني؟ لا مو بوقك لا انت بيدك تجي وتعطيني الكوين ها شنو؟ ها والله ما ادري ها مومن يقول لي متت يقول شلون هذا القاس تجابه هنا؟ تعال احمد شو هذا الكاست لا قلب واحد الكاست وينه او ماي جاد شباب ما حد ينام خلي يروح المطار هذا القرار يريد يشرد تشرد لك ارجع هاي بالله اذا يقمز او يسوي اي شيء مثلا هذا الضرب خليه تفاهم ويا اقف لا تريد انزل جوا ايه خليه تفاهم ويا اقف خليه تفاهم لا وين شو اسمه بس لا اخذها عدي بيدي ها حطها شو صعد بس لا كسرته نزل صوت حصان صوت موطة دا يتدمج ناكل لحم شو الموطة يا هذا؟ طلع برا هيك ما اقدر اطلع طلع برا موطة هي صار عندنا فورتشن هي اوكي هي جهاز دقيقة هسه ايش راح اسوي؟ دمج منين؟ شنو جدي يصير؟ احتاج ليفل
لا علاوي اخذ من عندي شو اسمه المفاتي اذني اللي افتح بيهن الاكس بي شو اسمهن باري مصطفى تحلى ما تجيب لي شنو باري دقيقة شون ما تعرفون شون تصنع ناسي خلي اكتب تانك ابلع لا تقل لي مات صار له ساعة يضربني ومختفي ما ادري شنو مات مؤمن سميتت ليش بعدي خنزير شوف شوف اللعبة شوف يا مادين معلق ملقلق همزين متل قريب اشتي تحارش بالعالم مصطفى حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل عليك ساعات دمج بتروحي فقيراني وين انت تسطن تعال نقول على قبر مومن تعال وين انا قبر بعد جوع بعد يمي وات بعد جوع مصطفى وتونك عشان شو سكن بيت على تل ناموا كلكم بس دقيقة اخذ لي اكل من ناني خلا ما عندي سعر يا ناني طبعا شباب لازم ندور لنا على كهف توراي يعني راح اطق البوابة ها راح البوابة يلا اني ها لقيت شي ننزل يلا اوه ننزل هنا يلا ننزل هيك يلا تخيل نطيح بلافاني ما اقدر اطيح نبلش يعني وين ما نروح نروح اي هاي هي يلا بلش يلا بدأت المسابقة يلا المسابقة شباب عبارة عن كم دقيقة عشرة 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 كلش كافي يلا عشر دقائق خلينا نشوف الوقت يمي هسه حاليا كيفكم كل منو خبرته كل منو خبرته خلي اشغل النايت فيجل بالخوذة نايت فيجل نايت فيجل اي فيجل اوكي شغل نايت يلا شغل نايت فيجل زين ما نحسب يعني الايرون والهاي بس الدايموند بس الدايموند حاليا تحدي الدايموند شقد انزل 9 12 والله مو من انت وخبرتك يعني شو تقول شقد خبرتك 6 6 هسه مو من ينزل بهذا مات ال اوه دايموند شنو هالكذب والله دايموند والله دايموند كذب شوف كذب خلينا نشغل الهامر 6 دايموند شنو استلم يلا يلا عادي اوقف شلون اشغل البداية هيك يلا اوقف خليني اطبع السيتنج كان شغل نايت فيجن يلا ليتس جو يلا ميكريوس يلا شد ميكريوس يلا يلا بالبداية أول شيء أكسر بعدين نشوف الميكريبس فدوا دقيقة بدون ميكريبس والله آه شغلتهم ميكريبس. والله شغلتهم يعني يا رب يا رب يا رب يا رب زين سؤال مثلا الفايز ياخذ النص مال الخسرانين بس الدايموند لو كل شيء لا بس الدايموند تحدي الدايموند تمام اي تمام 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 روح 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 دايموند اريد دايموند مصطفى انت مصطفى انت ما موجع لي الدانك الدانك ما شو اسمه هذا يا دانك هذا اللي يخزن الستون والهاي ايش بي ما موجع لي هاي والله يمي هسه هسه اجى حاليا وقت الميكريبس لان ماكو اي اس ثاني يلا ميكريبس بليز ساعدني ما كان شفت سيلفر حسبالي دايموند والله اخترع روح جدك ساعدني يا ميكريبس يلا والله انا عفتهم وراح خل ارجع لهم اشوف شوفهم وين صاروا وين صاروا عشان طبعت يلا حكى السرويام حكى السرويام حتى يكون اسرع دايموند يس يس او ماي جاد لعد هون ميكريبس لاكي لخمسة كفو ميكريبس لاكي لخمسة مصطفى لو قلت لك ايش قد دايموند ان يا وليد صارت 17 دايموند عندي اك استلم اكثر مني ميكريبس هم شنو شنو هم من والله دايموند كل ما كان وداهي والله منطقة جبتكم ده رايح لوحدي والله بدون مايكريبس يلا 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 ميكريبس حاليا ميكريبس بلي قولي انا اللي قيت نساء لا والله لقوا لي خمسة هاني
شنو هالكميات الخرافية؟ شباب اوه ها ها شنو 25 دايموند وات شنو اني مكريبز مو انا مشغل خاصية الهامر مو لا والله ما مشغل والله ما مشغل انا مشغل شباب خاصية هامر يقدر يكسر ايش قلت 7 في 4 4 في 4 لا اكثر 16 بتركة يعني بس اي 4 في 4 ايش قد غير 16 اي بس ما مشغله والله عادي يعني تمام بسيط والله العظيم اقسم بالله العظيم اوكي ميكريبس بشاربكم ميكريبس بشواربكم ميكريبس الحلو اوه ها يس لقيت دايموند شباب يعني ما يصير هيجي ما يصير دايموند بليز بليز دايموند بليز السر نقول لك السر اقول لكم انا بدون مايكريبس واجيب دايموند شو السالفه ما طلعوا لي مايكريبس والله دقيقه انا بنفسي قاعد على فكره انا جت ببالي فكره شباب بس نشوف دول انا قالي توقعت جاي تسووها حاليا بمساعده الميني ماب دايموند مايكريبس ثانك يو صار عندي مصطفى هاي ثاني مرة ممنوع الفورتشين فورتشين ممنوع مو قلنا فورتشين قلنا فورتشين يعني عادة كسب الفورتشين ايه يعني مضمن على اساس انت ما مستخدم فورتشين على اساس انت مستخدم والله العظيم ما مستعمله والله صوتك عشان صوتك دايموند يلا حكسر بعدها كسب فورتشن كسر بالفورتشن كسر باتوري قبل 58 دايموند تخيل ايش قد عندي دايموند عاد ما كسر بدون فورتشن شو السالفه مو منطقه مو قلنا فورتشن وقلنا احمد راح يصنع يعني احمد دي صنع غير حتى يحطها بالبكاكس يلا 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 بليز 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 انا هم بليز اريد ليش طلعت دايموند؟ تدري عندي حاليا 58 دايموند؟ ايه يعني استاك الا شوي ايه الا اربعه الا افوز عليكم الا افوز عليكم يلا ميكريبس اشتغلوا مره ثانيه مصطفى بعد ثلاث دقائق وات لا 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 بعد ثلاث دقائق كسر يلا يلا ميكريبس ما لحق بيك يعني ما اقدر شاتا مو عندك فورتشن؟ فورتشن بس ما لقيته هواي لا تقول لي انت رايح يم اللافا هاي السوالف لا ما اكو لافا بس ما دايموند مو كلش هواي حصلت دقيقة يلا استعداد يلا مي كريبس يلا 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 طيب اكسر هذني انا الله ليتس جو يا رحمن يلا 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 او ضربت ميكريب سوري بالغلط ميكريبز شو راح عندي احساس بعد ما لقيت شو السالفه بس على اليسرى على اليسرى وقدام يعني منه عندي احساسك ودائما عندي احساسك او ماي جاد عندي احساس اكو شيء احس عندي احساس يلا ما ادري ايش احس اكو فتشي هنا اخ انا بدون فورتي با 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 بعد دقيقة يا بي دقيقة ميكريبس بليز بليز ميكريبس جولد يس خسرت انا بعد هاي اوه انكسر الهامر لا ماكو فورتشن كمان بليز لا يلا ايش قد بعد وقت والله ايش قد بعد دايموند ما ادري ايش بعد بعد 41 ثانية دقيقة بعد 20 ثانية طلعني انا مش عارف شو السالفة
مي كريبز لقيته okay, يعني okay, ما جاي اكسر okay. الشباب جاي باعوني مشتركين جاي اكسر. اوه خلص الوقت خلص. اوه عندي احساس انه اكو شيء كان هنا ولقيت. اما ما شردت يا شردت وفصلت. ترى انا هم راح اخسر الدايموند داتي مو بس انت. بابا والله فصلت. انا وين جايب 58 58 لا والله ما ادري هسه اشوف. اح 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 دقيقه ستة مستوى قلت لي ما عندك علامه مو دقيقه خلص اسوي لك علامه جديده. لك اسمي ما تعرف تكتبه يا مصطفى قام ابا شنو هي الار وين ما تكفي جيم يلا جيم جيم خب قول مصطفى هاي ندري الله يجيب هلا حطاني اسمي اني اسمي بسرعه احمد اي ار اوكي خل احط الدام شباب لا حد يباع الدام كل من ما حد يباع الدام مالته يلا كل من يوقف يوقف حلو ما يقولك فتحوا صندوق يعني هسه حط دايموندي حطها بالنص سد الصندوق يلا حطيتها بالنص يلا هسه اوكي يا رب يا رب اوكي هسه راح نروح اول شيء على مال المصطفى الصندوق اوكي لا مال مو راح المهم انا اخر شيء انا اخر شيء لا لا مصطفى مصطفى لا لا وخر روح لا لا نبدي من اليمنى نبدي من اليمنى ها يلا يلا اوكي عندي okay. شباب استاكو 16 استاكو 16 يب او ماي جاد مؤمن واحد اثنين ثلاثة 38 جاد او ماي جاد شوف okay. جيب النص جيب النص جيب النص جيب النص ها هاي النص مؤمن مؤمن احمد انت تعطيني 31 اعطيتك 31 اي مؤمن تعطيني 14 19 دايموند مؤمن هاك حرامات والله تدرون لو فايز كان اخذ تقريبا نص ستاك كان اخذت ستاك ويا اللي عندي هلا هلا يعني بهاي الرحله جمعت ستاكين وحبتين في مال لا شباب هاي في مال تعالوا خلصنا خلصنا تعال 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 وفوني وفوني تعال دور ما عندي اندر تشست كسروه ما تبايكو هذا تريدون مني شباب وير ار يو تعال المهم يا شباب وصلنا نهاية الحلقة طبعا اوكي مو مشكلة المرة الجاية راح افوز عليهم بس المرة همزين بس دايما همزين موارد ثانية همزين عندي موارد ثانية ما يدرون بيها عندي اي شباب اهم شيء ما اخذ الموارد مالتي اوكي وصلنا نهاية الحلقة شباب خلينا نوصل حلقة لايكات عالية وقنوات الشباب بالديسكريبشن وبس سلام عليكم Bye-bye. Bye-bye.